يعني احيي استاذ فارس، رده كان جدا منطقي وواقعي، لكن اكو بعض الاراء عندنا احنا ارائنا، يعني احب شلون تقول انه اوصل فكره لكل الاصوات اللي تنادي ان التظاهرات غير منظمه غير منتظمه. لا، قرارنا يكون بالتصويت، وقرارنا يكون حسب المعطيات ومجريات الساعه. فالقرار المبدئي هو المكوث، لكن ممكن أن يتغير هذا القرار. أما مسألة اعتصام، يعني تحولها الاعتصام، يعني ممكن يتحول للاعتصام، ممكن يتحول للاعتصام، ممكن يتحول للاعتصام، لأنه إحنا قلت لك حتى مطالب كربلاء، يعني تعقيبا على سؤالك قبل قليل، الأخ سجاد الصديق المحترم ما كان حاضر باجتماع اللجنة المركزية يوم أمس، فأعتقد ما وصلت المخرجات لحد الآن. المخرجات تم إعلانها البارحة، احنا ترى من البارحة أعلننا بالاجتماع المركزي في بابل أننا بما أن السلطة تجاهلت مطالب الجماهير بإقالة الحكومة المحلية لمحافظة كربلاء، احنا اليوم نرفع سقف المطالب ونطالب بإقالة الحكومة نفسها، لأنه الحكومة ما رضخت، لا هي اللي طلعت القتلة ولا هي اللي حاسبت المقصرين.